نيابة عن زملائي، احنا والله نعتذر منكم من اللي برا الجماهير على الشيء اللي صار. احنا والله العظيم ما سرقنا ولا حدنا ان ناخذ الشيء اللي صار الا الجوع. والله العظيم اني من امس ما اخذت علاجي، واليوم ما قدرت انام في المسجد لاني ما ناخذ العلاج. وش شايفين انتم كيف وضعي وانا مع الزكام ومعي بعدين هنا انحراف وظروف الضايق ما اقدر اتنفس وما في اكل من امس، وشايفين وضعنا صح؟ اليوم ابو فجر الفجر الله يبيض وجهه راح سوى شويه خبز بر، بس ما تسوي شيء قدام 20 متسابق، وكل واحد اكل لقمه. احنا نعتذر، هالكلام مني ومن الشباب. انتم معذورين هالكلام مني ومن الشباب كلهم اللي كانوا معنا. والله ما سوى ما حدنا نسوي الشيء الا ان كنا جوعانين. ابشر مش عاجل. وما كنا متعمدين، في ناس تحسب ان كنا متعمدين. يعني من الشباب اللي معنا. فان كان الله غفرنا وان كان. ايش تبي توصل يعني؟ في ناس انظلمت. سلطان. في ناس انظلمت وانخصم عليها وهم ما لهم ذنب. اليوم فيصل والعيافي. كلنا ناخذ مصيبه يا رجال ورزقه. ما لهم ذنب وانخصم عليهم. من ابو كاتم. ايه بس قرر ابو كاتم ما تعرفين حتى يا ابو حصه. اهم شيء احنا اسفين. لا واصل عذرك وان شاء الله انها ما تنعاد. يقول انا بتكلم بقول حاجه يا شباب. يقول الجوع كافر وجبه ترحم الحال. وانتم اخوان وانا عليكم نظم ميت الجوع. نفس الكلام. اسلم يا شباب. اسلم يا جابر. بس انا بقول حاجه بخصوص اللي صار اول بدايه لما قال الست، انا لما قال لي خصم 500 يطلع انا ما اعرف ليش خصم علي وطلعت. بس لما قال السته انهم برايم، انا على نفسي والله العظيم انه رحت للاداره استفسرت منهم، قلت لهم يا الربع فيصل ايش دخله؟ احسهم انه غلطانين بيني وبين فيصل، لان انا كنت مع الشباب اللي سووه، كنت معهم صح اني ما اكلت منه، ولكن كنت معهم انا اللي كنت اشل العامل وكلمته وكذا زين. ولكن سالتهم قالوا لي احنا هذا الشيء شفناه زين وخصمنا عليك وما اعرف علشان ايش خصم على فيصل. وانا رحت لهم خصمه برايم ها هو عشان برايم هو رحت لهم انا قلت لهم يمكن غلطانين بينه وبين فيصل. قالوا لا زين. فبالنسبه لي يعني اللي سويناه نحن والشباب يعني غلط 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 فاهم علي. والمفروض والمفروض ان نحن ما نسوي هذا الشيء، لان مثل ما قال ابو كاتم اللي يتابعوا يهال يعني يتابعوا صغار فيمكن يسووا مثلنا، وهذا الشيء اللي سويناه غلط. خلوا جابر يتكلم. والواحد ما معصوم من الخطا صحيح. ولو احنا معصومين من الخطا لكان الله ايش بدلنا وياب ناس يعصوا ويستغفروا يستغفر الله. ونحن ان شاء الله نستغفر الله وان شاء الله ربي يتوب علينا، وان شاء الله هذه الاشياء ما تتكرر مره ثانيه، والسرقه ما هي بزينه، وان شاء الله الحلول وايده المرات القايه. فيصل بن شافي تقول شيء؟ انا ان كان فيصل بن شافي تفضل. انا ان كان حصل مني خطا فانا اعتذر. دقيقه ابو حو الله يبيك. فانا ما ادري ايش سويت، لكن جيت لقيت العيال بعد ياكلون هنا خبز من التميس قبل شوي فكليت معهم، فان كان انا عشان هذه فانا نفس اماره بالخطا والسوء، فاحنا ما احنا معصومين من الخطا. لكن على ما قال جعل بالامر خيره، والله كاتب لي اني ادخل ابراهيم وكاتب لي الله يسلمك. انتوا واحد ما حد يلومكم والله يا رياجيل، انتوا والله ما حد يلومكم في اللي سويته. ولا حدا يشك باخلاقكم. اليوم انتوا شايفين حالنا، اللي مريض ياكل علاجه واللي راقد واللي حالتنا حاله اليوم. فانتوا والله ما تلامون، ودائما دائما العقوبات تجي اكبر من الخطا. اقول طال عمرك والله العظيم انه فخر لنا اللي مثلكم واشكالكم عندنا هنا. يختفى عمرك ويعتذر. ابو حصه والله العظيم انكم قدوه وفخر. اي والله. وبالنسبه للموضوع تعتذرون على انه اللي صار غلط، لكن احنا ما عندنا شك باخلاقكم وبتصرفاتكم وتربيتكم. يا ابو راشد انا ما حد يشك. وانا احلف والله ورب البيت، اسمعي مقرن، والله ورب البيت انا ما نكمل الا بوجودكم الجهه الطيبه والاخوان اللي طلعوا. الله يسعدك. والله انا ما نكمل الا فيكم. لكن الحمد لله على كل حال. بالنسبه للطبخ احنا امس قالوا ابو كاتم انه بتقفل المطاعم واطلبوا اغراض من برا وتجيكم وتطبخوا، وطلبنا اغراض وليتهم ما جابوها اللي جايبينها الحين وكوسه و لا احنا اللي طلبناها. انا اللي طلبتها. ايه جايبين لنا خضار. انا اللي طلبتها عشان اطبخ اليوم. انا اللي طلبت يعني لو في اغراض اننا نطبخ كان طبخنا ولا حدينا ورحنا سرقنا. الصدق اللي سويناه خطا، ونتمنى نتمنى من المشاهد اني اعرف هذا الشيء خطا، وان شاء الله كنا متابعين. اقسم بالله لا تسعد. الله يبيض وجهك يا جابر. وجهك ابيض. هذا جابر حكمان. كفلوا عن الموضوع يا شباب، والامر بسيط. الله يسلمكم. الا ما كتب الله لك. اول حاجه يا جابر انت والله انك اخر واحد اشك في اخلاقياته، لا انت ولا علي. الله يبقيك. اول حاجه
إمام في المسجد وأخلاقياتك تشهد لك ورياض الصالحين تقرأ علينا. نعم نعم بس هم اللي تكلموا. أنا أدري أنا أتكلم عن الرجال اللي تكلموا، أما ذول أخواني ما هم شاكين بأمارهم. والشيء الثالث والأهم أنتم في عيوننا كبار. الله يبقيك. والله ما يصغركم شيء من الأمور هذه. الله يصغرك. بس التوضيح لابد منه. يا أخوي لبى قلبي. وأبو هجر الله يزيد نجاحه.